السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي كامل معنا اليوم إن شاء الله. اليوم راح نشوفوا مع بعض طريقة تفصيل هذا الموديل، بسيط وسهل لكن في حاجة جديدة راح نوريها لكم اليوم، هي لما ندخلوا ليبلي في أي قصة من في أي جهة من الفستان. أنا اليوم خيرتها لهنا ها هي، ونفسها بنفس الطريقة لما نعملوها لهنا في الجنب أو هذاك. هذا الفستان فيه قصة في الوسط، فيه لي ديكو برنسيس، ومام هنا راهي كاينة قصة ها هي، كاينة قصة، وأيضا أيضا فيه هذا مونش بالون. هذا المونش بالون انتوما فقط لو عملتوا هذا الفستان اعملوه في قماش ايني باه يبان لكم، لانه فعلا فعلا الديكوب تاعو ما شاء الله رائعه، وتبان احسن في قماش سامبل ايني. ان شاء الله تبعوا معايا الفيديو خطوه بخطوه. لكم فقط احنا راح نعملوه في جزء اخر باه نشرحه لكم. البنات اذا نبداو الفصاله تاعنا. انا عندي مترين، هاهم مترين عادي ثانيتهم بالطريقة العادية اللي نثنيو بها، لكن كما قلت لكم البارح هذا وجدته أنا يتكسل من الجهة هذه، والحقيقة أنه يتكسل كثير. لو ما كانش يتكسل كثير عادي جدا، أنا ما عنديش مشكل أني ندير هذيك الجهة اللي تتكسل في الطول، بشرط أني قلت لكم كما لغوب الصفرة اللي شفناها البارحة ما تكسلش كثير. المهم نقدر أنا نفصلو هكا، نقدر نثني هكا ونفصله. لما نثني هكا يعطيني عرض في الذيل 75 سنتيمتر، لكن انا حابه اكثر، حبيته يعطيني اكثر. اذا كيف راح نثنيه ها باه تفهموا برك لماذا، لانه لو نثني هكا ماكمش راح تفهموا. انا هذه هو الثوب تاعي، القماش تاعي منا متر ومتر ثانيتهم ها مثنيين، وهذا هو المتر ونص العادي اللي نشريو به من حاشية ومن حاشية. واش راح ندير؟ نخليه كيما راه، كيما راه بعدا مثني. انا الفستان تاعي فيه التنوره وفيه الجهه العلويه، رايحه نثني فقط هكا تسمى في هذه الجهه لهنا ها، هذا هو نثني بهذه الطريقه. هذه الجهه نثني بها التنوره امام وخلف، وهذا الباقي كامل يبقى لي هنا نص نص متر ولا 55، يبقى لي تقريبا نفضل 55. نفصل بها الامام والخلف وحتى الليمونش ها هاني الثانيه. الان الثوب تاعي راهو مثني، واش نجي نعمل؟ نجي نثني هكا برك ها ها، نثني بهذه الطريقة بحيث هنايا هذه الجهة اللي راح نفضل منها القماش لازم على الأقل نفضل 55. أنا عندي دوران الصدر 50. إذا بعد ما عدلت قماشي هذا الجزء الخاص بالجزء السفلي راح نخيط به التنورة، نجي لهنا وحدي ربع دوران الخصر. اليوم مانيش راح نذكر المقاسات كثيرة لأنه مقاسات خاصة. ربع دوران الخصر، ربع دوران الخصر لهنا عندي 22.5، زدت لها 3 سنتيمتر ليبانس، راح نعمل فيها ديبانس يعني تعطيني 25. هاي 25، ننزل منها 20 سنتيمتر ونحدد ربع دوران الورك. هنا دوران الورك زدت له كثير، راح نعملو 30 واوصل بخط هكا مش مستقيم، يكون شويه منحني من لهنا من للاسفل للذيل، راح نعملها خط مستقيم فقط هكذا وخلاص. الان فقط بهنا نحدد لهنا الدوران هذا، نقدم شويه طويله باه نحدد فقط لهنا الثنية تاعي. واش راح نعمل؟ نجي منا امسك الشريط هكذا ونقيس متر، انا محتاجتها تكون لي تقريبا متر، نحط متر ها هي،
نبقى حاكمة هنا في نفس المكان ونحرك الشريط في الأسفل وحدد متر في نفس المكان ونحدد هنا متر باه نحصلوا على الارتفاع هذاك اللي موجود لهنا. لهنا أخواتي فقط نخرج من خط المنتصف اللي نسيت ليفانس ونجي على بعد 10 وأحدد ليفانس. ليفانس نديرهم مثلا 14 ولا 15 هاهم هذا هو خط ليفانس باه نعلمهم بنعلم مكانهم. نجي في هذا المكان ها مكانهم وهنا أضع هكا بطريقة هذه لي زيكانكل باه نحدد نهايتهم في الجهة هذه. فيما بعد نعلمها الطبشور وانتهى الأمر. الخصر تبقى لي أكثر يعني نفصل براحتي مانيش راح نوجد مشكلة. راني لهنا حددت هذا الخط راح نرسم عليه الكتف. الرقبة راح نعملها 7 فيما بعد أعدي هاي 7 عندي 13 13 في الكتف في الميل مباشرة منا للمقاسات المتوسطة ننزلو 23 ننزل 23 المقاسات الصغيرة مثلا 36 38 ننزلو 20 المقاسات الكبيرة ننزلو حتى 27 منا أنا يفترض أني ندير 20 ننزل 20 هذا هو خط الخصر لكن أنا القصة تاعي راح تجي شوية أعلى من الخصر راح ننزل 17 فقط هاي 17 لأنه القصة مرتفعة شوية على خط الخصر. لهنا برك في خط الصدر أعين 25 زيادة لأني مش راح نعمل لا لي ديكوب ولا أي شيء هنايا ها عندنا في الرقبة نديرها هكا برك وفيما بعد راح أحدد قلت لكم. لهنا دوران لكم في الفساتين بلا ما نكثروا ما نستعملوش الطريقه اللي نستعملوها في الحجاب عادي جدا. هذه القيمه اللي لهنا ربع دوران الصدر انا عندي 25 ندخل ب 6 سنتيمتر وقلت لكم سابقا انه 6 هذه ماشي هكا كبار راهي ربع ربع هذه تسمى هذه القطعه ندخلوا بربعها 6.5 ولا 6 واصعد في الخلف اصعد ب 7 ب7 في الخلف وأرسمها وصل نقاط 3 هذا مكان تعطيني نتيجة مليحة. نروح الآن للخصر. الخصر راح نحدد فيه 22 زائد 5 الباس يعني اللي هنا تقريبا راح تجيني خط مستقيم هكا 25 25 لأنه هنا عندي باس على بعد 9 أو 10 سنتيمتر أرسم البانس تاعي للأعلى لا 9 عفوا لماذا لأنه في السفلي درت 9 لازمني نديرها 9 ونصعد لهنا البانس تاعي نصعد بها إلى غاية لأنها في الخلف إلى غاية دوران الصدر أها. هنا إذا حبيتوا تزيدوا سنتي مثلا منا قبل ما تقصوا تزيدوا سنتي باه هنا نعملوا هذيك القصه اللي جينا والحقيقه انا نحب هذيك القصه في الفساتين لانها تمد لنا شكل مليح. واقص لهنا ما نزيدوش كثير اذا انا لهنا هذه القطعه عفوا فصلت عليها قطعه بلاستيكيه راح نبدا التعديلات على هذه القطعه البلاستيكيه اللي هي تمثل لي الجزء الامامي. اول حاجه راح نعملوها هي انه نزيد نفتح الرقبه نرجعها 8 هنعمل رقبه 8 النزول ننزلو فقط ب 16 و 8 و 8 فيما بعد مع سنتيمتر السجاف راح تولي لي 9 راح نعمل لهنا خط البانس على بعد 9 على بعد 9 سنتيمتر
9 سنتيمتر اصعد به نوعا ما. نعم صح. اصعد به هنا الفاسه اليوم مانيش حنعملها عاليه كثير، راح نعملها بهذه الطريقه فقط. نرسم الفانس تاعي وهكذا وخلاص. هذا ما عندي الان، فقط اشوف يتسمى اعيد رسم في الجهه الاخرى، لاني محتاجه الان القطع هذه باش نحطها على القماش ونفصل عليها. الان نكمل الرقبه بعد ما اكملت الرقبه واش نعمل؟ بعد ما اكملت الرقبه الان واش راح نعمل؟ رايحه نكمل خط الرقبه بهذه الطريقه. ماما ماما نعم. إذن عندي قطعة 2 3 و4، ولو عندي 4 قطع. الآن أقص القطع، قبل ما أقص القطع نرفع علامة الخياطة هكا فيما بعد نعرف وين حنلصق. نقص ونرجع لكم. الآن راني قصيت القطع تاوعي، هذه 1 و2 نتركهم كما راهم، القطعة 4 نتركها كما راهي، يعني نحطوها فوق القماش فقط ونقصو. لهنا القطعة 3 شوفوا واش عملت، عملت بها فتحات هكا، فتحات راكم تشوفوا فيها، راهي واضحة في الصورة ها هي. بهذو هما اللي هذه هي اخواتي القطعة الثالثة. انا عاودت فقط رسمتها لانه لما وضعت هذا البلاستيك على القماش ما بانليش، رسمتها فقط باه تبان لكم في التصوير. فتحت هاد الفتحات، هذا هما التوسيعه، هذا هما اللي راح يزيدوا لي، اللي راح نخدم بهم ديبلي في هذه القطعه. واقص، شوفوا القطعه تبدلت خلاص، لكن فيما بعد لما نعمل هذو ديبلي راح ترجع كما كانت، فقط هذا راهو للتوسيعه. نقص، انتم من الافضل هاد الاشياء اللي فيهم فتحات وذاك من الافضل تخدموهم بالبلاستيك. لماذا؟ لانه يجيكم اسهل. منا هذه جهه الجنب، لا هذه جهه لي ديكوب، نزيدو فقط سنتيمتر، سنتيمتر واحد هذا هكا، واقص اللي هنا في هذه الجهه. هي كاينه طريقه لكن نوعا ما صعبه، نتوما المهم زيدوا زيدوا. لماذا؟ لانكم بعدا لما تعملوا لي بلي راح تلقاو النقص. هي كاينه طريقه تاع نعملوا هكا ديكوا لهنا، لهنا نخرجوا كانها زوايا بهذه الطريقه، باه لما نحطوا زاويه على زاويه النقص هذا كيتعوض. لكن نتوما عم بالي الطريقه دي تجيكم شويه صعبه، زيدوا لهنا شويه 2 سنتيمتر ولا حاجه، لما تعملوا لي بلي نحيوا النقص. ها انا الان راح نقص القطعه تاعي. شوفوا اخواتي انا لهنا عملت دو بلي، ها هم هذه الاولى وهذه الثانيه، راح نعمل الان الثالثه. هذا هو النقص اللي قلت لكم انكم توجدوه، لذلك لما نزيدوا مثلا انا ديجا زايده 2 سنتيمتر، دوك لما نعدل راح نطيح فيها تماما. لكن لو كان ما ديروش ما تزيدوش منذ البدايه راح تلقاو انه القطعه تاعكم نقصت. نزيد نعملوا البليه ثالثه امامكم، تمن نعملوهم بطريقه فقط كأني نعمل لي بانس. ها نجي منا بشكل مائلة، ها نشد منا ونعملها هكذا، نثني القماش تاعي ونخيط عادي. ها
ماشي بشرط لي بلي ينتهيو في نفس المستوى، ماشي شرط. انا درت وحده قصيره وحده طويله بها. كيما نخيطوا لي بينس تماما، نبداو مثلا بسنتيمتر وننتهيو الى الصفر. بسم الله عني مدام لي حكمه بالابر تما ما نخافش. فقط وانتم تخدموا من هذوك القماشه انا حاكمينو تقريبا بشكل مائل، ما تشدوش والا راح تتكسر القطعه. ها نحكم راني حاكمه القماش تاعي عادي. ها نكون انهيت لي بلي تاعي، فقط راح نعدل الان باه لما نخيط يكون تمام. ها اللي هنا راني عدلت وعاودت باه نتاكد، عاودت حطيت عليها قطعه البلاستيك كما كانت المره الاولى، اذا راهي قدها تماما. هذو السنتي اللي زايد راهو حق الخياطه وفقط، تما لازم لما نعملوا لي بلي القطعه ترجع لي كما كانت في الباترون في الورقه الاولى قبل الفتحه. راني عملت دي بلي نحاولي هذاك النقص. الان اخواتي حنبدا نلصق. عندي الان هذه القطعه الاولى والثانيه، راني مزيت ملصقه البلاستيك فيهم باه ما نخطئش في القطع واتجاههم. كما تعودنا نلصقوا لي ديكوب نحطوا علامه الخياطه على علامه الخياطه. هانا رافعتهم لهنا، نحطهم في بعضهم ونخيط هكا. وندور، قلنا دائما لي ديكوب ندورهم ومن بعد رانا نمروا الميكواد وخلاص. نتأكد برك بلي علامات الخياطة راهم على بعضاهم. ها هي هذي على هذي. كنا نعطيكم اخواتي الابر اللي يسهلوا عليكم الخدمه في الخطوطه، يعني القطفه فيها شويه من المشكله تاع الخياطه. هذه هي القطعه تاعنا، اذا هذه القطعه الاولى والثانيه، وهذو هما الإبر. ها هم اللي حدثتكم عليهم قبل، باكي كيما هكذا يعني ماشي غاليين، راهم 10,000 بصح يساعدوكم ينقصوا شويه المشاكل هذوك تاع خياطه القطيفه. نكمل الان تلصيق القطع. اذا هكا تكون الكفه. انا عاودت هذا الجزء برك، هذا الجزء منه ما عدتوش مازلت ما عاودتوش، لكن اللي هنا هكا تكون ملويه وتعطينا الحقيقه تجي باهيه احسن من الكفه في القطيفه، هي اصلا خشينه ونزيدو نعملو لها كفه تجي خشينه بزاف. اذا انهيت الفستان. الكم راح نعملو فيديو خاص، لانه عملت لكم كم بالون مع الباترون، راح نشوفوه فيديو خاص، راح نشوفو الفستان وهو جاهز ان شاء الله.